دعت شعبة مصدري الحياة البرية إلى إعطاء مجلس الصادرات الحياة البرية صلاحيات واسعة لتحديد أسعار تواكب العالمية بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة، وطالبت في ورشة الصادرات جهاز الاستثمار والجمارك بتسهيل عملية الصادر، حيث يمتلك السودان كل أنواع الحياة البرية والطيور والمحميات الطبيعية، كما أمنت على أهمية وضع قوانين ولوائح تواكب عمل الشركات. المعروف أن الحياة البرية تساهم ب 30% من صادرات البلاد.